أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن سننتقل إلى التمرين رقم 2 من سلسلة مراجعة كمية المادة. إذا كمعطيات لهذا التمرين، فهو نفس معطيات التمرين الأول. نعطي MH، يعني الكتلة المولية للهيدروجين هي 1 غرام مول موانزا، الكتلة المولية للكربون هي 12 غرام مول موانزا، الكتلة المولية للنيتروجين هي 14 غرام بار مول، الكتلة المولية للأكسجين هي 16 غرام بار مول، وثابتة أفوغادرو Na تساوي 6.02×10^23 مول موانزا. إذا كتمرين ثاني، الكافيين، انتبهوا معايا، الكافيين سيويت H 10N4O2 مادة منبهة توجد في البن والشوكولات وبعض المشروبات الغازية وغيرها، ورغم دورها المنشط المفيد للإنسان إلا أنها تشكل خطرا على الصحة إذا تعدى المقدار المستهلك منها 600 ميلي جرام في اليوم الواحد. أولا، أحسب الكتلة المولية للكافيين. إذن أحسب الكتلة المولية للكافيين. إذن يقول لي أحسب الكتلة المولية. إذا علمت، انتبهوا معايا هنا، أن صيغة الكافيين هي سيويت H10N4O2. إذن لحساب كمية الكتلة المولية، إذن أولا، إذن انتبهوا معايا، أكتب هكذا الكتلة المولية للكافيين، دونك سيويت اش 10 ان 4 او 2. اذا ستساوي، اذا كتعريف للكتلة المولية، اذا الكتلة المولية الجزيئية هي مجموع الكتل المولية للذرات المكونة للجزيئة. إذن هذه الجزيئة، إذن جزيئة الكافيين تتكون من 8 ذرات من الكربون، 10 ذرات من الهيدروجين، و4 ذرات من النيتروجين، يعني ذرات الأزوت، وذرتي أكسجين. إذن ما العمل الآن؟ سأكتب إذن كتلة هذه الجزيئة، إذن هي كتلة 8 ذرات للكربون، إذن هي 8 مضروبة في الكتلة المولية للكربون زائد لدي 10 ذرات من الهيدروجين، إذن 10 مضروبة في الكتلة المولية للهيدروجين، طبيعة الحال ذرة واحدة كنضربها في 10، زائد 4 مضروبة في الكتلة المولية، دونك سي ام ان، ثم زائد اخيرا 2 مضروبة في الكتلة المولية للأكسجين. إذن هكذا، وأعمل تطبيق عددي فقط، أبليكاسيون نيميريك. دونك دابخ لي دوني، دونك قلنا كو لا ماس دو كربون، إذن كتلة المولية للكربون، إذن 8 مضروبة في الكتلة المولية للكربون، عارفها هي 12، إذن بلا ما ندير الآن الوحدات حتى الأخير، إذن 8 × 12. لماذا؟ لأن إم سي راه معطياني، ها هي إم سي، لا ماس مولير دو كربون هي 12، زائد 10 مضروبة في 1 هي الكتلة المولية للهيدروجين، زائد 4 مضروبة في الكتلة المولية للنيتروجين هي 14، زائد 2 في الكتلة المولية للأكسجين هي 16، وأقوم بحساب هذا. إذن 8 × 12 كتحسب، إذن فقط تطبيق عددي. إذن 8 × 2، إذن 16، 96 زائد 10 زائد، إذن أقوم بالحساب، 16 واحد 56 زائد 32، إذن تساوي
194 غرام بار مول. اذا ما ننساش هذا غرام بار مول، اذا غرام مول موانزا. اذا هذه الكتله، اذا الكتله الموليه للكافيين هي 194 غرام وندير مول موانزا او بار مول. دونك اذا هذا هو السؤال الاول. اذا كسؤال اول، اذا السؤال الثاني، ما هي كمية مادة الكافيين في كأس قهوة واحد، يعني في كأس واحد من القهوة به 80 ميلي جرام من الكافيين؟ إذن بتطبيق علاقة بين كمية المادة وكتلة العينة والكتلة المولية. إذن فقط تطبيق للعلاقة. إذا لدينا ثانيا حسب العلاقة، لدينا الكتلة إذن كمية المادة هي كتلة العينة على الكتلة المولية للجزيئات المكونة للعينة. من طبيعة الحال هي كنتكلموا على عينة من الكافيين. إذا لدينا كمية من إذا الكتلة المولية للكافيين، إذا لدي الكتلة N، أعطاني كتلة. إذن أعيد هنا السؤال، ما كمية الكافيين الموجودة في كأس قهوة به 80 ميلي جرام؟ إذن 80 ميلي جرام من هذه، إذن كتلة هذه العينة 80. أول شيء يجب أن تكون الكتلة بالجرام، يعني يجب أن تكون الكتلة بالجرام. بطبيعة الحال الكتلة المولية بالجرام مول موانزا. إذن أول شيء لدي الكتلة هي 80 ميلي جرام، سأحولها إلى الجرام بطبيعة الحال قسم، إذن حسب الجدول، أو أن ندير 80 في 10 أس ناقص 3 جرام، أو نقسم على 1000. إذن هي 0.080 جرام. وبذلك إذن كتطبيق عددي، إذن مش معانا، إذن هي 0.080 مقسومة على 194 بطبيعة الحال جرام مول موانزا، وهنا جرام تساوي، إذن تطبيق، فقط تطبيق عددي. إذن نمشي للآلة الحاسبة ونحسب. إذن نمشي للآلة الحاسبة ديالي، 0.08 أو 0.80 مقسومة على 194. إذن سأجد هذا العدد هو 0. إذن لاحظوا معايا 0.00 4 1. إذن أكتفي 2. إذن هذه الكتابة يمكن كتابة من طبيعة الحال أكتب الوحدة ضروري من المول. إذن ضروري من المول 0.00 412 أو 41 حسب. إذن هنا سأكتفي برقمين وراء الفاصلة. إذا لاحظوا معايا هنا، إذن سأقوم بكتابة علمية من طبيعة الحال. إذن نعم، طبيعة الحال سأزيح الفاصلة إلى هنا. إذن ستصبح هي 4.12 مضروبة في 10 أس ناقص عدد الأرقام عندما أزيح الفاصلة. إذن هي ناقص 4 مول. إذن وبذلك أحصل على كمية المادة كالسؤال الثاني. إذن أنتقل إلى السؤال الثالث، كم عدد جزيئات الكافيين الموجودة في الكأس؟ إذن كم عدد جزيئات الكافيين الموجودة في الكأس؟ إذن كم عدد؟ إذن كسؤال ثالث، كم عدد جزيئات الكافيين الموجودة في الكأس؟ إذن أتساءل، إذن لدي حسب التمرين الأول حسبت الكتلة المولية عندي موجودة، حسبت كمية المادة. الآن يطرح لي السؤال، كم عدد جزيئات الموجودة
في هذا الكأس كم عدد الجزيئات، يعني جزيئات، إذن عدد جزيئات الكافيين الموجودة في الكأس. إذن حسب الدرس دائما لدينا هذه العلاقات، لدينا أن كمية المادة هي عدد الجزيئات، مثلا عدد في هذه الحالة عدد جزيئات الكافيين على ثابتة أفوغادرو أو عدد أفوغادرو، ولكن بالوحدة تنسي. إذن هنا N على NA c'est N c'est le nombre d'Avogadro et c'est le nombre des entités et c'est le nombre des molécules. Voilà la quantité de matière. Donc كمية المادة هي عدد الجزيئات على عدد أو ثابتة أفوغادرو. إذن كتطبيق عددي لدي N، الآن لدي N حسب تمرير رقم حسب السؤال رقم 2، إذن أريد هذه المجهول. إذن N هي المجهول، إذن لدي هذا هو المجهول، هذا هو اللي بغيت. إذن N تساوي طبيعة الحال N فوا N A، N فوا N A. إلا ما عرفتيش كيفاش، هادي بحال عندك واحد هنا، إذن واحد في N، إذن ضرب إذن N في واحد تساوي N فوا N A. أو مبقيتش عاقل، ممكن دير جوج تساوي ستة على تلاتة، فإن ستة هي اثنان في تلاتة، إذن القسمة تصبح الضرب هكذا. إذن أريد كم هذه هذا العدد، إذن فقط تطبيق عددي. من طبيعة الحال N راها بالمول و N A، إذن يا إما نكتب كالعدد اللي استعملت، إذن لاحظوا معايا 4.12 في 10 أس ناقص 4 مول، أو أكتب هذا العدد نفس الشيء بحال بحال سي لا ميم شوز. دونك 4.12 في 10 أس ناقص، إذا باش ما نغلطش 10 أس ناقص 4 مضروبة في إن أ، فهي حسب المعطيات، لاحظوا معايا فهي حسب المعطيات هنا 6.02 في 10 أس 23 في 10 أس 23، ولكن هنا مول موانزا، إذا المول من طبيعة الحال هذه بالمول، إذا المول مضروبة في مول موانزا هي إذا إنسونفا يعني واحد، يعني ما كنعتبروش يعني بدون وحدة هنا، إذا ستكون هنا بدون وحدة. إذا أستعمل العدد، إذا لدي العدد الآن هو هذا، فقط أضربه في 6.02 مضروبة في 10 أس 23، إذن هذا هو العدد 0.002. ربعة أكتفي بهذا العدد في 10 أس 23. إذن هذا هو العدد، ولكن يجب أن أكتبه كتابة علمية. إلى وصلت لهنا راه سي تري بيان. إذن هنا كتابة علمية، إذن سأزيح الفصيلة إلى 2، لماذا يجب أن تكون أ أكبر من 1؟ دونك 2.48، إذن 2.48 في 10 أس ناقص 3، باش نفسر لكم بأون ديتاي، ناقص 3 في 10 أس 23، إذن 23 10 أس ناقص 3 هي 10 أس 20، إذن 2.48 في 10 أس 20، أو أنقصها مباشرة من هنا ناقص 3، إذن 2.48 في 10 أس 20 جزيئة، لاحظوا معايا فهو عدد كبير جدا، جزيئة كافيين في كأس قهوة به 80 ميلي جرام.